هنا محطة باكو للإذاعة العربية. إليكم أيها السيدات والسادة برنامجنا الموسيقي. أيها المستمعون الكرام، ترد إلى هيئة التحرير إذاعتنا الكثير من الرسائل التي يطلب فيها مرسلوها التحدث لهم عن إبداع الملحنين والموسيقيين الأذربيجانيين الشباب. إننا أيها الأصدقاء الأعزاء سنعرفكم في برنامجنا الموسيقي اليوم على واحد من هؤلاء. اللقاء مع الجديد هو دائما ممتع وبعمق. ممتع لأننا ننتظر من هذا الأخصائي الشاب كل جديد، وإننا إذ نسمع موسيقى الملحن الشاب إلدار منصروف نتصور أنفسنا تلقائيا في العالم الساحر الحافل بالتأثرات، وهذا ليس مصادفة. إنه منذ سنوات الطفولة، وبالمناسبة إنه من مواليد سنة 1951، كان يترعرع مباشرة في وسط لأداء المقام الأذربيجاني. فوالده بهرام منصروف مشهور وعظيم في أداء المقامات الأذربيجانية والعزف على التار، وهذا أدى بالابن إلدار نحو الحب للفولكلور الموسيقي، فأثر كثيرا على إبداع الابن منصروف. وبعد التخرج من المدرسة الموسيقية التحق إلدار منصروف بثانوية الموسيقى الحاملة لاسم عاصف زينالي في باكو قسم الفورتيبيانو. وبعد التخرج من الثانوية عكف إلدار كثيرا على صقل مواهبه في الأداء، ولكن التلحين كان يجره نحو تأليف الموسيقى، وهذا أدى به إلى كلية التلحين بمعهد الكونسرواه الأذربيجاني الحكومي الحامل لاسم عزير حاجي بيكوف. وفي الحديث الذي أجراه مراسلنا مع إلدار منصروف: من حياتا göz açandan evimizde musiqi səsi eşitmişəm. Mənə elə gəlir ki, mən böyüdükcə musiqi də qanımda, qəlbimdə böyüyüb, məni sehrli bir aləmə çəkib aparıb. Səhv etmərəm desəm ki, bəlkə də bu musiqi 19-cu əsrdən davam edən musiqiçilər nəslimizin يقول إلدار منصروف: منذ طفولتي كنت أسمع الموسيقى في بيتنا، كبرت وكبرت معي في قلب الموسيقى، وإذا قلت بأن هذه الموسيقى التي تتناقلها عائلتنا أبا عن جد منذ القرن التاسع عشر بأنها هدية منهم إلينا لمواصلتها، فلن أكون مخطئا. وكان عزف والدي على التار هو أحب الموسيقى إلي، وكانت مجالس الموسيقية التي يتصدرها جدي مشهدي مالك تعقد في بيتنا كثيرا، وكان لهذه المجالس الموسيقية تأثير كبير علي، لأنه كان يحضرها أبرز العازفين والملحنين والموسيقيين الأجانب والمحليين، وكل هذا كان يزيد من اهتمامي بالموسيقى ورغبتي إليها، وكنت أحلم بأن أصبح ملحنا، وفعلا أدت بي دراسة الموسيقية إلى معهد الكونسيرفوا الأذربيجاني الحكومي الحامل لاسم عزير حاجي بايوف، وتخرجت على يد البروفيسور جودة حاجييف فنان الشعب الأذربيجاني. لقد أبدأ إلدار منصروف منذ السنة الأولى للدراسة في معهد الكونسيرفوا العناية والتفكير، وظهر كموسيقي غني المحتوى. لقد عزفت مقطوعاته الموسيقية التي ألفها في السنة الأولى بالمعهد للفورتيبيانو، عزفت في الندوة الحادية عشر لاتحاد الملحنين الأذربيجانيين، وقدرها الأخصائيون إيجابا. والآن أيها المستمعون الكرام،
ندعوكم للاستماع إلى هذه المقدمة الموسيقية من عزف المؤلف نفسه. ولدى التحدث عن مؤلفات إلدار مانتوروف الموسيقية، بودنا أن نؤكد على الطابع التفاؤلي والمليء. لقد كتب إلدار مانتوروف ولا يزال طالبا عددا من المؤلفات السيمفونية وموسيقى الغرفة وغيرها، التي من بينها المقدمات الموسيقية للفورتبيانا والصوناتا للفورتبيانا وللكمان والآلات الوترية وكونسيرتو الكمان وأخيرا سيمفونيته. يقول معلم إلدار الملحن الأذربيجاني المعروف مؤلف باله أسطورة الحب البروفيسور آلف مليكوف، يقول عن إبداع الملحن الشاب إلدار ما يلي: إلدار genç istedadlı bestekardır. O konservatoryanı öz birinci sinfoniyasıyla bitirmiştir. Demek istiyorum ki bu çox tələbkar, həm sənətinə, həm işinə gənc bir... İnnə Eldar Mansurov şeyyikun fi müəllifəti. Və innəhu yutavviru l-məddətəl musiqiyyə bil istinadil vadih alə əlhənil məqamət. Və innəl mowqifəl ibdaiyyə dəqiq fil musiqə şəbiyyə vəl məharatil mihəniyyə və imtilaqın nasiyyəti şəkli və fənni təlhin tümekkinuna min attəhəddüth anhu بوصفه ملحنا أذربيجانيا موهوبا. ويتصف إبداع إلدار بالتنوع الفني، فإلى جانب المؤلفات الكبيرة السيمفونية وللغرفة نجد أيضا الأغاني والمقطوعات الموسيقية. أيها الأصدقاء الأعزاء، تفضلوا للاستماع إلى مقتطف من رومانس لو كنت من أداء فلورا كريموفا. إلى جانب الإبداع التلحيني، فإن إلدار مانتوروف يعير أهمية كبيرة إلى عمل البحث العلمي. إنه يدرس ويكتب بشكل نوتات المقامات الأذربيجانية والأغاني التي يترنم بها المغنون الشعبيون الأذربيجانيون الذين نسميهم عاشوق، والأغاني والتصانيف. ومن أبحاثه العلمية ما استحق الدبلوم من الدرجة الثالثة في المسابقة التي جرت بين معاهد الجمهورية. لقد كتب إلدار مؤلفات جديدة مثل مجموعة الافتتاحيات لأجل الفورتبيانا وأداجيو وباساكاليا لأجل الأوركسترا السيمفونية والسيوتا لأجل أوركسترا الغرفة.
والمسرحيات لأجل الآلات الوطرية والسيمفونية الثانية. وقبل أيام وبأداء الرباعي العسكري الحكومي الأذربيجاني، تم تسجيل الرباعي الوتري للملحن الشاب. ويحمل هذا الرباعي مستمعيه معه إلى عالم السرور والبهجة. الإيقاعات الراقصة وديناميكية الحركة وإيقاعيات العاشق هي الموضوع الرئيسي الذي يمكن من حب الحياة والتفاؤل. ونشير إلى أن هذا الرباعي قد فاز بدبلوم من الدرجة الثانية في المسابقة التي أقيمت على نطاق العموم للاتحاد السوفيتي في مدينة يروان. إلدار منصوروف لم يبلغ 30 من العمر بعده، إنه عند مهد الإبداع الكبير، والفضل الكبير في هذا يعود للدولة التي ضمنت له بالمجان التعليم الذي حقق حلمه المنشود في أن يصبح ملحنا محترفا وأن يخدم شعبه بإبداعه الموسيقي. وفي الختام ندعوكم أيها الأصدقاء للاستماع للقسم الأول من الرباعية الوطرية التي كرسها إلدار منصوروف للمؤتمر القادم 26 للحزب الشيوعي السوفيتي من أداء الرباعي الحكومي الأذربيجاني. نأتي على نهاية برنامج اليوم. اكتبوا إلينا على العنوان التالي: الاتحاد السوفيتي، مدينة باكو، دار الإذاعة والتلفزيون الأذربيجاني. أيها السيدات والسادة، إلى اللقاء.